باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن الاطمئنان القلبي. كيف يكون الإنسان قلبه مطمئنا باستمرار لا يدركه الخوف ولا الاضطراب ولا القلق ولا أي تعب؟ الاطمئنان جزء من السلام، والسلام من ثمر الروح، من عمل الله. والإنسان مفروض أنه يأخذ الاطمئنان من داخل قلبه وليس من الظروف الخارجية المحيطة به، أيا كانت. فيكون عنده سلام داخلي واطمئنان مهما كانت الظروف. شوفوا داود النبي بيقول إيه؟ بيقول: إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. ده إنسان مش بس مطمئن في الأحوال العادية، ده مطمئن على الرغم من إن في قتال وفي حرب وفي جيش كله ضده، لكن مبسوط. بل يقول أكثر من هذا: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، لربنا يعني معاه. فطالما الإنسان يشعر إن ربنا موجود معاه لا يمكن يخاف أبدا، ولو قامت الدنيا وقعدت ما يخافش، لأنه شاعر بأن سلامه والطمأنينة بتاعته ناتجة من عمل الله معاه. يبقى أول مصدر للإطمئنان هو الإيمان. أول مصدر للإطمئنان هو الإيمان. الإيمان بأن الله معاك، والإيمان بأن الله يعمل من أجلك، والإيمان بأن الله يحفظك ويعينك، والإيمان بأن الله أقوى من كل قوى الشر التي ربما تزعجك. عن هذا الأمر يقول أيضاً القديس أغسطينوس في كتاب الاعترافات بتاعه، يقول لله: سيظل قلبي قلقا إلى أن يجد راحته فيك. فإذا وجد راحته في ربنا يبطل القلق. المهم يكون عنده إيمان بأن ربنا يعمل. يؤمن بالله ويؤمن بأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، ويؤمن بأن الله يهتم به أكثر من اهتمامه هو بنفسه. ويؤمن بشيء تاني: الشخص المطمئن يؤمن أن حياته في يد الله وليست في أيدي الناس. حياته في إيد ربنا مش في إيد الناس. لو شعرت إن حياتك في إيد الناس والناس ممكن بقيتهم يفرحوك أو يحزنوك أو يشيلوك ويحطوك، هتبقى تعبان وخايف من الناس، تعبان
وخايف من الناس. لكن ما دام شاعر بان حياتك في ايد ربنا ما تخافش من حد. عشان كده داود بيقول وان احاط بي جيش ففي ذلك انا مطمئن. خذوا بعض امثله مثلا من هذا الايمان اللي يمنع الخوف. داود بالنسبه لجولياط، جولياط راجل جبار ضخم في جسمه وضخم في تهديداته وفي سلاحه، والجيش كله خايف منه، حتى الملك شاول كلهم خايفين وهو قاعد يهدد. داود قال لا، ده انا اروح احارب. تحاربوا مين؟ ده انت مش حاجه الا جواره صبي صغير. تقدم داود لجولياط وهو واثق وعنده ايمان انه هيقدر عليه، وقال له اليوم يحبسك الرب في يدي، اليوم يحبسك الرب في يدي، وقال له الحرب للرب، وقال له انت تاتيني بسيف ورمح وانا اتيك باسم رب الجنود. ودخل وهو واثق ومطمئن انه هيقدر عليه، هيقدر عليه. ده الايمان القوي الذي لا يخاف ولا يشك، ويشعر ان ربنا قادر يعمل حاجات كتير. ناخد مثل اخر، مثلا ابراهيم ابو الاباء، لما أمر الله أن يقدم ابنه وحيده محرقة فأخذ وراح يقدم محرقة. طب ده أنت عندك وعد من ربنا إنه يعطيك نسل من ابنك كنجوم السماء ورمل البحر في الكثرة، وبعد ما تقتله بإيه الحكاية؟ كان عنده إيمان تام إنه حتى لو ذبح ابنه وقدم محرقة هيقيمه الله من الأموات ويعطيه نسلا من هذا الابن كنجوم السماء وكرمل البحر. دي بقى قوة الإيمان اللي ما يخافش من حاجة. موسى لما ضرب البحر الأحمر وشق وعبر به، الشعب كله كان خايف، البحر قصادهم وفرعون ورجالته وجنود وراهم، وموسى بص لهم وقال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وضرب البحر فانشق. هو لما ضرب البحر عنده إيمان تمام إن البحر هيتفتح في طريق، وإن مش هيجرى حاجة، وإن ولا الجنود دي كلها تقدر تعمل له حاجة. المهم في قصة موسى دي ناخد فكرة أخرى للإطمئنان، وهي إيه؟ إن الإطمئنان اللي موجود عند موسى انتقل إلى نفوس الناس فاطمأنهم أيضا. لاحظوا أن المشاعر النفسية ممكن تنتقل من واحد لواحد. يعني ممكن واحد عنده خوف يقعد مع ناس يرعبهم ويخاف، واحد عنده اطمئنان يقعد مع الناس يطمئنوا ويستريح. كما إن الأمراض النفسية لها عدوى، فمرض الشك ينتقل من واحد لآخر، ومرض الخوف ينتقل من واحد لآخر. ومرض الوهم ينتقل من واحد لواحد.
كذلك المشاعر الروحية الطيبة تنتقل من واحد لواحد، كما انتقلت من موسى إلى الشعب. وأيضا في قصة إليشع وجهزي، المدينة محاطة بالجيش وجهزي خاف، لكن إليشع كان مطمئن وقال له الذين معنا أكثر من الذين علينا. هذا الاطمئنان اللي عند إليشع انتقل إلى جهزي، وأيضا بالصلاة لما قال افتح يا رب عيني الغلام فيرى. المهم انك انت لما تحب تكون مطمئن ايضا عاشر الناس اللي عندهم اطمئنان، ما تقعدش مع الخوافين ومع المضطربين ومع المنزعجين والا يعدوك. اقعد مع الناس المطمئنين واستفيد منهم. أيضا في الاطمئنان الثقة بوعود الله، يعني إيه الثقة بوعود الله؟ يعني أبونا نوح كان موجود في الفلك والمية عليت وعليت وعليت وغطت الجبال وكل حاجة، وهو كان واثق ومؤمن ومطمئن إلى أنه هيخرج من الفلك سليم هو واللي معاه. تقول له الطوفان اللي حواليك يقول لك ولا طوفان ولا غيره، في ربنا اللي قال وهينفذ وعده. برضو نلاحظ في الثقة بعمل ربنا أمثلة دانيال لما ترمى في جب الأسود، أو الثلاث فتية لما ترموا في أتون النار. ونلاحظ أيضا قول المزمور نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. ده لما يكون مجموعة كبيرة من العصافير وفي فخ واحد يخاف، أمال لو كان فخوخ الصيادين كلها قصادهم ما يهمش، الفخ ينكسر ونحن نجونا وعوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. من الحاجات اللي تجيب الاطمئنان قوة القلب من الداخل، قوة القلب من الداخل. يعني الريح الشديدة ممكن تهز شجرة صغيرة لكنها لا تهز السنديانة ولا البلوطة ولا النخلة العليا اللي لها جذور عميقة في الأرض. الأمواج ممكن تعصف بالسفينة لكن ما تضرهاش، لكن إذا وجد ثقب في السفينة تنضر. فالنفسية القوية اللي ما فيهاش أي ثقوب لا يمكن تخاف وتعبر الطريق وهي قوية ومطمئنة. النفوس القوية زي أثناسيوس الرسولي، نفسه قوية، وهاجوا عليه وقالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال ولا حاجة أنا أيضا ضد العالم،
طب وتقدر؟ واثق بنفسه. الشخص القوي الواثق بنفسه ده ما يجرالوش حاجة أبدا. واثق بنفسه يعني واثق بعمل الله فيه. وهكذا كان أيضا العامل النفساني القوي عند المتوحدين والسواح عايشين في البرية، يقول لهم حروب الشياطين، يقول لهم الوحوش بتاعت البرية، يقول لهم دبيب الأرض ولا حاجة. نفس قوية مطمئنة من جوه لا تهزها كل هذه المخاوف. هي النفوس الضعيفة دي هي اللي بتتعب، النفوس الضعيفة هي اللي بتتعب. ومع ذلك ربنا بيهتم بالنفوس الضعيفة وقال شجعوا صغار النفوس، اسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. وياما في ناس نفوسهم كانت ضعيفة وربنا واقف جنبهم. يعقوب أب الآباء كان خايف من عيسو ومضطرب وهربان، ربنا ظهر له وعزاه بالسلم السمائي وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. أرميا وهو خايف لأنه ولد وقال لا أستطيع أن أتكلم لأنه ولد، ربنا قال له لا، ده أنا هجعلك مدينة محصنة، مدينة من حديد وأسوار من نحاس، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. يشوع وهو خايف بعد وفاة موسى النبي، ربنا شجعه في خوفه وقال له تشجع وتشدد، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك أيضا. ربنا دايما يقف مع النفوس الضعيفة ومع الأعصاب المضطربة، ويقف مع الفتيلة المدخنة ومع القصبة المردودة ومع المسبيين والمنفيين والمطروحين والذين ليس لهم أحد. فياريت تحاول باستمرار أن يكون عندك إيمان. أيضا مما يجلب الاطمئنان إلى القلب تذكر وعود الله. اتذكر وعود الله، قولها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، قولوا إن نسيت الأم الرضيعة لا أنساكم، قوله لأورشليم نقشتك على كف، قوله حتى جميع شعور رؤوسكم محصاه، قوله لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. من أجل هذه الوعود الجميلة داود النبي يقول لربنا في المزمور أذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي. أذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي. تقول العالم فيه ضيقات، ليكن فيه ضيقات وفيه ربنا، وربنا قادر ينتصر على الضيقات. نص الآية كثيرة هي أحزان الصديقين، والنص الثاني ومن جميعها ينجيهم الرب. جزء من الآية يقول عجيبة هي أهوال البحر، وحاجة تانية يقول
الرب يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكتها. جزء من آية يقول يسلمونكم إلى مجامع وتساقون أمام ملوك وولاة، والجزء الثاني لا تهتموا الله يعطيكم ما تتكلمون به. يا ريت نشوف المزامير الكويسة اللي تعطي اطمئنان للقلب زي المزمور 121، الرب يحفظك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك. أو المزمور 91، يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك. كل هذه الأشياء تعطي اطمئنانا للقلب. كذلك قراءتنا لسير القديسين اللي ربنا كان معاهم وأعطاهم اطمئنان، واللي كانوا عايشين باستمرار في سلام داخلي، بركتهم تكون معنا. آمين.